شايف؟ نعم. وين رايحة؟ ترى والي تدري اني بروح الجريدة. هم انا بروح المجلة بعد شوي. وعسى اتصلت بربعك وقلت لهم. بشاير انا عمري ما تأسفت حق احد. اللي ما يتأسف واحد من اثنين، يا اما انه ما يغلط وهذا شيء نادر بالدنيا، او انه شخص مغرور وشايف نفسه. الله يسامحك. الله يسامحك انت. ايش بقى ما قلت حق رفيجك؟ ايش بقى؟ انا غصب علي اتصلت بمشاري وما ادري كلمه ورا كلمه، لقيتني تورطت وقلت له كل الحكي اللي صار، لكن اوعدك ان الشيء هذا ما يتكرر مره ثانيه. وانا ايش دراني انك توفي بوعدك؟ يمكن باكر ولا عقبه يضيق خلقك وما تلقى احد من ربعك تسولف وياه، تزخلك اي واحد من الشارع وتقول له على مشاكل البيت كلها. بشاير ترى هذا وايد، انا تاسفت وترى والي هذا كافي. كل يوم قاعد اكتشف شيء جديد، للاسف اللي اكتشفته فيك شيء قاعد يبعدك عني، بعيدك عني بعيد. جمال انا خايف المسافه بيني وبينك تزيد اكثر واكثر. إيه بس احنا نقدر نلغي المسافه هذه كلها. شلون؟ ننسى اللي طاف ونبتدي من جديد. حاول. مع السلامه. زين بشاير لا تاخرين الليله، مذهب لك مفاجاه العشاء. بشاير تحب اختها تهاني وايد، اتصل فيها وعزمها على العشاء هي مع ريلها. الو، اهلا جمال، بخير الله يسلمك. عشاء؟ شو المناسبة؟ خلاص خلاص أنا موافقة. أحمد؟ وهي ما عليك من أحمد. أحمد الحين ما يقدر يرفض لي أي طلب. إيه؟ هذاك أول. الحين الكلمة كلمتي والشور شوري. خلاص خلاص، تسعب الكثير إحنا عندكم. مع السلامة. منو هذا يا بنيتي؟ هذا جمال، عزمني على العشاء. عازمني انا وريلي بس. عليكم بالعافيه. اقول تهاني انا جايه من السوق وشاريه برتقال، ابي اسوي عصير، تشربين وياه؟ نشرب عصير ليش لا؟ ان شاء الله. دقيقه واحده والحين اني. روحي بليتني، روح الله يبليك. وين كنت؟ وينك في كل هالمدة؟ أنا كم مرة قالت لك لا تخليني بروحي، وين كنت؟ بوي شو عصبية عاد، ضحكي. يلا عاد، ها غمض عيونك. ماني قايلة ايش حقه ولا أنا مغمض عيوني، هالأشياء شايفينها وايد بالتلفزيون، أكيد جايب هدية وبتعطيني إياها. يلا طلعها. ها شو رأيك؟ قبل كان عندي مثلها. على رأس. لكن هم مقبولة. يح. تهاني. شاكت تعميني حتى لو ما عجبتش الهدية، على الأقل تعمليني. أحمد ما أنت فاهم قصدي، أنا ما بفلوس ولا بهدايا، أنا بيك أنت. لا تاني هم ما أنت فاهمني أحمد، أنت لما تطلع ما تدري شو يصير في البيت. أمك تغيرت وردت مثل الأول. أمك تكرهني يا أحمد، أمك ودها تفتك مني، صدقني ودها تسوي فيني أي شيء. لا يا تهاني، لا أمي حلوة
أمي طيبة، أمي لا يمكن سويت الشكل، خصوصا بعد ما عرفت أنك أنت حامل. أمك تحبني قدامك بس، لكن ما تدري شو تسوي فيني وانت برا. تكفى انت هاني كايات، سكتي سكتي. أحمد متى جيت يمه؟ أنا ما سمعت صوتك. ها؟ هاد لو أدري أنت هني كان سويت لك ويانا قليص عصير. لا شكرا يمه، ما قصرتي. أنت وشربه. تفضلي تهاني. مشكورة خالتي، تسلم إيدك. بالهنا والشفا إن شاء الله. بالعافية. طعمه ليش صاير كذي متغير؟ طعمه مر. شو؟ ما في شيء. طعمه حلو. هذا طعم البرتقال الطازج. شربي شربي يا بنيتي شربي. أحمد اشرب شوية. لا لا خلي قلاصك، خلي قلاصك، أخذ قلاصي أعلي. أنا ما أبي. إذا أحمد ما شرب من قلاصي معناته ما يحبني. كل شو تهوشون. هذا قلاصك يا تهاني أشرب منه، وهذا قلاص أمي بشرب منه، لكن أول ما أشرب من قلاص حبيبتي تهاني. لا 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 خلي لا تشرب من قلاص تهاني، لا اشرب قلاصي. خالتي انت ايش حاطه بالعصير؟ ماكو شيء، ماكو شيء. شلون ماكو شيء؟ انت اكيد حطت لي سم. لا سم؟ اعوذ بالله، لا 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 ما حطيت سم ولا شيء. الحقني يا احمد الحقني، امك تبي تموتني، امك شربتني السم تبتك مني. بتذبحك؟ ما يشري؟ مو حرام عليك امك؟ مو حرام عليك بتذبحين ولدي وما زوجتي؟ زوجتي مو اشكال، ذبحيها موتيها تزوج خيرها، لكن ولدي الجنين سلطاني وما سلطان حبيبك، مو حرام عليك؟ بعدين شلون؟ شلون احنا بغير الحين شلون؟ انت وخر عني، انا لازم اتصل بالشرطه واقول لهم عن كل شيء. لا يا بنتي لا، الشرطه لا لا، الشرطه لا. انت خايفه من الشرطه وانا خايفه على حياتي، انا لازم اتصل بالشرطه، مو بس الشرطه بعد بالاسعار. لا يا بنتي والله انا ما حطيت لك سم. تبين الصراحه، انا حطيت لك عمل علشان تحبيني ما تكرهيني ولا تشيشين ولدي علي. يا سلام، وانا ايش دراني انه هو عمل مو سم. صبر شوي، إذا صار فيك شيء اتصلي بالشرطة، بالمطافي، بالإسعاف، بكل اللي تبي. يا سلام، اتصل باللي أبي عقب ما يصير فيني شيء، عقب ما أموت اتصل بمن وبعزرائيل؟ لا تهاني، تكفين تكفين تهاني، لا 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 تكملي السالفة فوري كذي، الله يخليك، بعدين أمي مو مجرمة. يا سلام مو مجرمة، وأنت ما تفكر إلا بالجنين، ما تفكر فيني، أنا مو بتصل بالشرطة، بتصل هالمرة بالنيابة. نيابة؟ لا خلي زعل يا من يجيبه، دلالة على المحب والله عجيبه، سرق قلبي وزواج نعيبه وكالك بعدم بالنبي. عمي والله صوتك حلو، ليش ما تخدني بالأغاني الشعبية هالحفلات مالوتك؟ لا الله يهديك صوتي بعير. زي ما عليك، واللي سلم عمرك، انا بمر بشار شويه مي صاحيه. ايه؟ خاف يسال عني حمد ولا شيء، ترى انا عندها. ايه وسلم على ابو بشار. الله يسلمك. الو اي انا تهاني، ايش فيك؟ انت عارفه صوتي؟ ايش فيك؟ لا لا انا جايتك الحين في الطريق. اي اي بس بس لا تخافين، انا جايتك. ها هذا اللي حاجيتها. عمي الحقني تهاني بخطر، كله من شرفه البتنبة هذا خطر. يلا قوم امشي انا وياك يلا. تهاني سمعيني يا تهاني، بطل الباب، بطل الباب، لا تخافين بطليه. روح، ما نبطل لكم الباب، روح انت وامك، انا خايفه منكم، ما نبطل الباب. احنا بعد خايفين عليك يا بنيتي، لا توترين ولا تزعلين، الجنين الجنين يا تهاني. سلام. وين ماما؟ وين تهاني؟ فوق فوق. حصرتي على بنتي قرادتك يا طيبه. بطلي تهاني، بطلي بطلي تهاني، بطلي الباب. سويتوا في بنتي شرفه، سويتوا في بنتي اللي ما تخافين من الله.
أنا ما سويت فيها إلا كل الخير، بنتك بخير يا أم سالم، ما فيها شيء. ما فيها شيء وأنت تبي تموتينها يا الظالمة؟ تهاني تهاني ما فيك الباب، فيك الباب، لا تخافي على أمك ومعاي يدك، فيك الباب، على أمك فيك الباب. يما شفيك يما لاق علي يما شريبة موتني شريبة عطتلي سم يما عطتلي سم بالعصير سم والله يا بنيتي لو ان انا شاربته سم صدق كان انت من صيد امبارح على كل حال على التبتبت وعلى صراخ وخلينا نتفاهم يا عمي مو كافي الحاله اللي هي فيها بعد قاعد تخرعها انت ايش دراك يمكن السم اللي سقتها اياه بطيء المفعول وما يبين تأثيره الا بعدين عدل يما عدل كلامك عدل يمكن ليش لا يما حرام عليكم يا جماعه حرام عليكم معقوله انا سمت هاني مرت ولدي وام حفيدي يعني معقوله لا لا مو معقوله يما لا يمكن يصير والله العظيم هذا اللي يقرني انا يما لا صحيح امي صحيح امي تسوي بعض الشغلات البسيطه لكن تحط سم لا مو معقول على كل حال يا ام احمد لو سمحتي تعالي ابيك بكلمه راس تعالي من فضلك يا شريفه تعالي امشي الله يسامحك بس لا اسم الله عليك ان شاء الله اسم الله عليك انا عمتي انت شنو انت شنو ايش حد واقف روح ورا امك ايش ناطر ليش واقف هني يلا احمد روح الحين اسمع الكلام لا تخلي مرتك تتوتر وبعدين الجنين ينضر روح والله يا عمتي الظاهر اني انا اللي متوتر صراحه عمتي انا ايش كلك الحال صراحه تهاني كلها تعمي ما تعمل لي اي حساب تهاني معاها حق شايفتك رشيك وكلمة من أمك توديك وكلمة تيبك تهاني ودها تشوف فيك الريال القوي السبع اللي الكلمة كلمته اللي ما يخاف من أحد كلش بالمرة ما يخاف من أحد إلا من مرته مو كذي أنت كلش كلمة توديك وكلمة تيبك ودها تشوفك الكلمة كلمتك وشارك والحريم غير مرتك يودونك ويجيبونك ويأمرونك على كيفهم وانت تنفذ اقعد بس اقعد يا حظي اقعد أنا بسمعك وأنا واقف. أقول لك اقعد. إن شاء الله. اسمعني زين وبطل أذانك. تعال هني تعال. نعم عمتي. تعال أقول لك. لا يا محمد لا. مو أنت اللي تسوي كذا. تهاني حسبت منتج وتدلل عليك. لا سالفة سالفة تهاني كان ماكو مشكلة تهاني صغيرونة وأنا مستعدة تحملها يعني إيش تبي تسوي لكن اللي قاهرني اللي قاعد يصير يا أبو حمد هذا كله من تغطية طيبة هي اللي تشيشها علينا ودها تعفسنا فوق تحت لا 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 يما لا عيب عيب عمتي طيبة ما سوت لك شيء عمتي طيبة على الأقل عندنا ضيفة لازم نحترمها ما يصير نتحكم من ورا ظهرها يما بصراحة أنا ما أسمح تحكي عنها كذي. زمن كلامك وقصر حسك واستح على وجهك. يدي عندي كلمتين بقولهم قبل ما أنساهم. يما سمعيني زين. مني ورايح أنا ريال البيت. الكلمة كلمتي والشور شوري. واللي أقوله في هالبيت لازم يتم. بس يما بس. كافي ذبحتي مرتي. كافي استبداد ادري ليش ما تحبينها ادري ليش ما توطينها تكرهينها حاطه دوم وشدوم البنيه على خل حبيها علشاني على خل جامليها علشاني مو انت تحبيني مو تحبين ولدك احمد حبيها مثل ما تحبيني يا بس انت خلص باتريك ولا مكوك لا مكوك ايش وني قاعد يا ابو حمد وسمعت كل شيء عرفت السالفه الحين عرفت اللي الدوره طيبه من ورا ملاعيبها وعمايلها حول ولا قوه الا بالله العلي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل لكن انا اوعدك يا ام احمد اني اكلم طيبه واوقفها عند حده اي والله تكفى يدي كلمها الله يطول عمرك هوب ولا تلمعي انت ان شاء الله ام احمد ارجوك
أرجوك قولي لي وبكل صراحة إيش حطيتي حق تهاني بالعصير؟ أفا يا أبو حمد أفا، هم أنت بعد تظن فيني عقب كل اللي قلت لك؟ معقولة أنا أسوي شيء في أم حفيدي؟ لا، ولكن لكي يطمئن قلبي أنت سقيتيها شيء يضرها؟ صبر طيب. تهاني يما شفيت كلميني تهاني، ردي علي يا بنيتي ردي علي. يا حزرتي بنتي ما ادري ايش فيها، لعبوني يا ناس، بنتي ما ادري ايش علامة، بتموت بنتي بتموت. كلميني يا تهاني يا يما ردي علي، كلميني يا يما، حاجيني يا يما، غريبة من بعد عينك يا يما. يما على بنيتي، حاجيني يا يما. هاي هاي كافي يما، علمونا ايش صاير. قاعدة تعاجيني ما فيها شيء من هالبخت، كانت مستانسة وتضحك وتحاجيني عن أحلامها وعن الجنين، وفجأة كذبت بطنها وقامت تتصرف، كانت تطيق أجيانا. يا بنيتي كل منا جدي، كل منا جدي اللي قتلتي أحلام بنتي وقتلتيها يا مجرمة. أنا قتلت بنتي؟ ليش أمّا ليش؟ ليش كذي أمّا ليش؟ مو حرام عليك؟ ليش أمّا ليش؟ كلميني يا تهاني، كلميني أنا أحمد. لا ماكو فايدة، ماكو فايدة، لازم نتصل بالشرطة ونخبرهم، خلوا العدل ياخذ مجراه. يلا لا عدل الشرطة، لا لا انا ما سويت شيء، انا ما سويت شيء حتى تتصل بالشرطة. شفت يا عمي، لو انها صدق مو مسوية شيء كان ما خافت من الشرطة. ليش ما كذي؟ ليش لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فعلامكم خدتونا بالهذرة والصيحة ونسينا البنت اللي بتموت اذا بعد ما ماتت لما الحين لازم نوديها الطبيب. لا الطبيب لا، تهاني عاشت، تهاني ما ماتت، تهاني عايشة، تهاني عايشة. الله أكبر الله أكبر، تهاني ما ماتت. ندري تهاني عايشة، ألف الحمد لله على سلامتها، بقى نوديها الحين الطبيب تطمن على الجنين. لا الطبيب لا لا، ماني رايحة الطبيب، ما فيني شيء ما فيني شيء يدي ما فيني شيء. طمن يا عمي، الجنين سليم والحمد لله، انا مره واعرف هالشغلات. انتوا ما تقولون ليش حقا خايفين من الطبيب؟ والله يا حبيبتي احنا ما احنا خايفين من الطبيب، خايفين لا رحنا الطبيب عليك انتي، خايفين لا سوى لها تحاليل وغسيل معده يطلع العمل اللي سقيتي لها في شيء ضار مو صار، ولا احنا ما عندنا مانع نروح الطبيب. قومي يا حبيبتي تهاني يما، قومي اوديك حي طبيب عائلتنا، قومي. لا 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 لا، تروح طبيب عائلتنا احسن. لا طبيب عائلتنا، قلت لك طبيب عائلتنا. بس لا طبيب عائلتكم ولا طبيب عائلتكم، انتوا يبيلكم جراح عشان يقص السنتكم اثنينكم. يلا قدامي بلع، قدامي بلع، قدامي بلع. زين برع برع برع. زين يلا دام انت. حاضر يا خال. ايه قاعد انسى بالعد مرتك. حار يدك حار. اقول تهاني. تهاني انتي صدق قشغانة ولا تغشمرين تمثلين علينا؟ انت ايش رايك؟ والله بصراحة يا تهاني بقولك سالفة. انا طلعت من المدرسة بسبب الرياضيات. لانها صعبة وايد. ما حد يقدر يدرسها. وانا قوطي فيها. لكن اللي عرفت الحين ان الرياضيات اسهل منكم يا الحريم. اسهل منه؟ نعم اسهل منه. لا لحظه، انت فاهم؟ انت فاهم؟ بس حكي زايد ما ابي. توزوا كل واحده منكم لازم توقف عند حدها وبس. انت زوجتي ولدك وانت زوجتي بنتك، خلاص كسر خيركم الى مهني وبس، لزم وبريك استوب، اللي سويتوه كفايه. خلوا عيالكم يعيشون على هواهم،
يعيشون على مزاجهم حياتهم هم. الى متى بتتدخلون بكل كبيره وكل صغيره بحياتهم؟ تبي كل واحده منكم تبي تمشيهم على مزاجها وعلى هواها؟ لا ما يصير. باكر اذا تطلقت تهاني واحمد انتم بتكونون السبب وذنبهم بيكون برقبتكم. بس انا عمي يعني ابو لا تقاطعيني، ترى اذا قاطعتيني مره ثانيه بقول اللي بقلبي، وانت عارفه يا طيبوش انه اللي بقلبي. ايش رايك اقول لها ان تهاني مو حامل؟ يا عمي تكفى تكفى ويسلم امرك لعمي. الحقيقه يا عمي ان كلامك على العين وعلى الراس، وما يقول الا شرواك ومثلك. ليش ما قلت له هوب ولا تقاطعيني مثل ما قلت لي؟ كيفي كيفك؟ انا ماشي عيني. صابر تعالي، ابيك توصليني وياك الجريدة، انا مواعد بشاير اروح لها. شوف اذا تاخرت اكثر من دقيقه ترى ما علي منك، دور لك وانيتي وصلك. خزية ايش حق وانيت وايش حق سيارتك يا ابو حمد؟ انا واحمد تحت امرك نوصلك وين ما تبي. كان زين، كان زين يصير اللي في بالي، كان صخره وبتنزاح من طريق المسلمين. لا والله صخرتين. كملي يا ام احمد. سلامتك. الله، وانت هنا؟ لا هناك. ونفت بجلدك ازاي؟ ده انا كنت فاكر حاجه لقيك نايم في المستشفى بعد اللي حصل في الماتش. لا اخوي محمود، اللي صار اليوم ما ينسكت عنه. يا اخي وين الاخلاق الرياضيه؟ وين الروح الرياضيه؟ اكو بعض الناس للحين مو قادرين يقتنعون ولا يفهمون ان الرياضه فوز وخساره. دي ما كانتش مباراه سله ابدا، دي مباراه ملاكمه مصارعه كاراتيه، لكن ماتش سله مش ممكن طبعا. المصيبه مو كذي، المصيبه ان في بعض الاداريين والمشرفين على الفريقين شاركوا في الشغب والمعركه اللي صارت ما بين اللاعبين والجمهور. يبا اذا كانت الرياضه كذي تنعاف ما نبيها. عموما انا صورت احداث المعركه خطوه بخطوه، ومن النهارده تقدر تسميني محمود المراسل الحربي في الملاعب الرياضيه. شوف محمود، انا بيك الحين تروح وتحمض لي الفيلم اللي معاك باسرع وقت، على اساس يمدينا نوديه حق سكرتاريه التحرير. وشوف، ما راح اكتب عن وصف المباراه، انا بكتب عن الشغب اللي يصير في ملاعبنا وخطورته على هالملاعب. لا وبفضح الفئه المتسببه في الشغب، لان الفئه هذه ما لها مكان لا في الرياضه ولا في الملاعب. كلام جميل، بس قولي دلوقتي عملت لي ايه في الموضوع اللي انا كلمتك فيه؟ موضوع ايه؟ الله، انت لحقت تنسى يا جمال؟ انا مش قايل لك تكلم ابو فهد عشان هتشغل المدام. انت الحين خلص لي الصور وبعدين نتكلم في هالموضوع هذا. اذا كان على كده الصور هتكون عندك حالا، دقيقه واحده على اذنك. كانوا مخلينك تتزوج من زمان يا محمود، أول مرة بحياتك تطلع صور عدلة. أخيراً بدأت صورة تعجبك. سليم قول لي بقى، عملت إيه في حكاية شغل المدام؟ ها،
محمود انت من صدقك تبي مرتك تشتغل؟ اه امال بهزر يا جمال. والله العظيم يا منشر على الحلال عله. محمود انت تدور عوار القلب والقراده حق نفسك بنفسك؟ يا محمود احمد ربك، احمد ربك واشكر فضله ان مرتك قاعده بالبيت وما تشتغل. محمود اخوي المراه مكانها البيت، البيت وتربيه الاولاد وبس، هذا دورها في الحياه. الله قرا يا جمال. طب ما انت مراتك موظفه يا اخي. ومن اللي قالك بالله ان انا مستانس وسعيد ومرتاح حق شغل زوجتي؟ يا محمود اسكت اسكت، واللي يرحم والديك وخلي اللي بالقلب بالقلب. انهي قلبي ده يا اخي؟ بطل حاجك بقى وقول ان انت مش عايز تكلم ابو فهد. حاضر يا محمود، ابى اروح واكلم لك ابو فهد، بس شوف اذا حصل نصيب باكر وزوجتك اشتغلت عندنا هني، مو تجي تحط اللوم علي وتقول انا سبب المشاكل اللي بينكم، تراني علمتك. مالكش دعوه، انا متحمل كل النتائج، المهم ان هي تشتغل وتحس بكيانها ونبني حياتنا مع بعض يا اخي. قصدك تهدمون حياتكم مع بعض. لان اخوي محمود اول ما تشتغل زوجتك بتكون الفلوس احد اسباب الخلاف بينكم، هذا لي وهذا لك، وش حقه وليش وبكم عدل، غير الغيره والشك وعور القلب والحاله حاله. من ناحيه الغيره فده شيء طبيعي لان احنا ناس شقيين، لكن حكايه الشك دي ما اظنش ان هي يكون لها مكان في حياتنا خالص. انا الحمد لله واثق من مراتي وواثق من نفسي كويس قوي، حياتنا ما فيهاش اي عقد خالص. جمال انا اسف، انا ما اقصدش اضايقك. تفضل يا دي، حياك. ما شاء الله ما شاء الله، حياك. اي والله. ها الحين انا قاعده بمكتب بروحي علشان جمال لا يزعل. اي يا بنيتي يدور راحتك. يدور راحتي؟ يدور على شيء ثاني يا ايتي، جمال ما يبيني اختلط ويا احد. هذا من حقه يا بنيتي، وطاعه الزوج واجبه. وانت صاجدي، بس الموضوع. الو، اي انا. اي خير خير ان شاء الله، حاضر، مع السلامه. انا منو؟ هذا المدير معصب، ما ادري ايش يبي. معصب؟ شنو انت حارقه جريده؟ الحقيقة يدي أنا كتبت مقال عن شاعر معروف وقلت إنه أخذ قصيدة من شاعر غير معروف ونسبها حق نفسه، فالظاهر إن هذا الشاعر زعل واتصل بالمدير ويبدو إن السالفة كبرت. إيه خليها تكبر يا بنيتي ما دام أنت على حق. يا بنيتي الكلمة أمانة ولا تخافي. زين يدي أنت تعال قاعد هني ارتاح. أوكي. وخلنا نروح أنا حق المدير وياك بسرعة. زين. أوكي أوكي. متحرك. أوكي 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 أوكي. أو. يكون المدير هذا يطلع أقشر ويقشر وجه بنيتي، لا لازم ألحقها ووقف معاها. شايفك مبسوط يا ميت ميت، أنا متشقق مكيف لأن أكيد بيفنشونها عقب اللي سواه جدها بمدير التحرير، وهذا اللي أنا أبيه وأدوره من زمان. الله جزاك الله خير يا عم عبد الله، جزاك الله خير يا ابو حمد. اخ مو كان زين لو مسويها من زمان. اوف ايش دراني يا بنيتي، انا حسبالي انه قاعد يهاوشك وتقوم على اولك تزنط الريال وتعفس المكتب فوق حجر. الحين شو الراي يا بنيتي، يا رد اعتذر له؟ لا لا تعتذر، كاف الكلام اللي سمعته ولفت النظر اللي يعني. لا حول ولا قوه الا بالله، بغيناها طرب صارت نشب، ارد اعتذر له؟ لا ايش تعتذر، اركب جزاك الله الف خير، اركب يدي اركب. شو. متى وصلت؟ توني ما صار لي خمس دقائق كذي. بشاير ايش فيك؟ كنت زعلانه.
اكو شيء كدر خاطرك؟ يعني تسوي روحك ما تدري؟ ايه قصدك جدك واللي سواها في مدير التحرير. عموما بشاير يبغى انسي الموضوع هذا وماكو داعي اترك اثر بنفسك. لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا المسؤولين نادوك وحققوا معاك. حصل. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يسامحك يا عم عبد الله. اي والله الله يسامحك. يبقى تدرين بشاير رب ضارات النافعة. يعني انا اقول انسي الموضوع كله زين وفكري بالمستقبل وماكو داعي تفكرين بموضوع التفنيش. وايد متفائل جمال. ليش هم ما فنشوك؟ لا ما فنشوني ولا انقلوك ولا انقلوني. ها معقوله كل اللي حصل يمر من غير لا حساب ولا جزاء ولا عقاب؟ كذي يكشف عن وجهك من وياك. ما في داعي تظهر انك زعلان على شاني. وين 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 رايحه حلامك انت؟ نسيتي ان احنا بنطلع برا نتعشى؟ هو انت ماني رايحه اي مكان. زين واختك وزوجها اللي عزمناهم كذا الحين بيجون؟ امري لله بوافق علشان ما يحسون بشيء. الو منو؟ هلا 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 عمتي. ايه خير ناصر؟ ناصر شفيه؟ توني سامعه ان المنتخب وجميع اللي كانوا بالمعسكر وصلوا اليوم المغرب. اي وللحين ما يامنا. المفروض ناصر من زمان واصل البيت. واللي سلم عمرك جمال، سوي اتصالاتك مع الناس اللي تعرفهم. ايه بس طمني بسرعه واللي خليك زين. لا ما يخالف انا بعدين اكلم بشاير. المهم الحين انت اتصل بالناس اللي قلت لي عنهم وبرد قلبي الله يخليك. انا والله خايفه على ناصر كهدا حاتي. زين ما يخالف يلا بس لا تنسى بسرعه ترى انطرك على التليفون. مع السلامه. ما سويت؟ عرفت شيء عن ناصر؟ ناصر ما جاء معهم. أدري إنه ما جاء معهم. إحنا اللي نبي نعرف إيش حقه هو مايا وليش تأخر. تأخر علشان يسوي بعض الفحوصات الطبية. شو فحوصاته؟ أنا أعتقد إن الإصابة القديمة رجعت له. تعتقد ولا هم قالوا لك؟ يعني إذا ما كان كذي عيل إيش حق الفحوصات الطبية؟ آه يلا كنا تاني وأحمد وصلوا. بشاير. خير. بغيت أقول لك على شغلة. انت طبعا تدرين ان احنا راح نروح نسهر بمكان عام ونتعشى. واكيد الناس بيطالعوني وبيشاورون علي وبيقولون هذه الصحفيه بشاير حمد. زين فيك انك دائما تقرين افكاري، لكن مو هذا اللي بغيت اقوله. انا بغيت اقول لك على شيء ثاني هم مهم. بشاير انت تعرفين طبعي زين، وهم تعرفين طبع راي اختك احمد. اكيد بيقعد ينكت ويضحك. ارجوك بشاير ماكو داعي تجاملين او تقعدين تضحكين وسط الناس. شو هالحكي هذا اللي قاعد تقوله؟ ليش ايش قالوا لك عني؟ صدق من صاحي وافكارك مريضه. بشاير يا بشاير ترى انت ما فهمتي قصدي. بشاير لهم شيء بطوا. ها خليني اروح اسوي لي قهوه اجند راسي ابرك منهم. وي سكرين سكرين. نعم ماما. انت قاعده للحين؟ اي ماما. شبي لي القازه بسوي قهوه. يلا عاد ايه وتطالع. لا تحرقينا. اي بس لا 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 انا اروح انا اسويها. روحي انت.
بعد نكته ان شاء الله. الله اهلك اليوم فظيعين، بس الوالده وينه؟ اكيد نامت مبكر. احسن خلها تنام. قول احمد خير ان شاء الله. ايش رايك ببشاير وجمال؟ تبين الصج ولا كذب عليك؟ الصج اختك احسن منه. اي ضيق الخلق قاعد وشايف نفسه فوق وخشمه واصله الى بيته، ايش تحول على شنو؟ قاعد وعينها الصوب وعينها الصوب، يطالع مني ويطالع يمين ويطالع فوق ويطالع تحت، ايش تحول؟ كنا خايف من احد ولا طالع احد؟ مو هذا قصدي ولا هذا السؤال اللي بسالك اياه. ان شفتهم شلون مستانسين ومتفقين؟ بشاير قالت لي انهم من تزوجوا وحياتهم كلها عسل بعسل، ما قد مره زعلوا او تهاوشوا. صدق احمد انا حاسدتهم على هالعيشه، تحس انهم عايشين بقفص ذهبي وهم بلابل. قلت حق نفسي ليش انا واحمد حبيبي ما تكون حياتنا كذي؟ ليش؟ والله يا حبيبتي تهاني ايش تبيني اقول لك؟ كل طلباتك قاعد انفذها لك، ايش تبيني اسوي اكثر من كذي؟ تقدر تسوي وايد، بس انت ما انت قادر تفهمني. تقدر تقول من الساعة 11 لين طلعنا شلون كانت حالتك؟ كل شوي تطالع بالساعة ويلا نمشي يلا نمشي. لين مشينا وخليناهم بهالمكان الحلو والموسيقى الهادية، ايش حق يمشون؟ وش وراهم؟ ما عندهم احد يخافون منه ولا احد يحاسبهم كنهم ياهال، ليش تأخروا؟ حسرة علي حسرة على هالبخت. تهاني انا ما اخاف من احد. بعدين وجود لا تفسرين احترامي لامي خوف منها. شيء ثاني كلميني بدون توتر او عصبيه، ولان ملاحظه هالايام انك شوي تظلمين امي خصوصا ما قامت تحبك. انزين تبيني اثبت لك ان هي ما تحبني وان هي تعاملني قدامك معامله وبغيابك معامله ثانيه؟ احمد امك تكرهني، صدقني انا هالايام خايفه على عمري خايفه. يمه من متى تجيني؟ من ساعة ما وصلتوا. عشان تعرف أول ما درت إن إحنا وصلنا قعدت بالمطبخ عشان تسمع كل كلمة نقولها. هذه معيشة، أنا قمت أحس إني مراقبة طول الوقت ببيتي، كني عايشة مع المخابرات المركزية ببيت واحد. طالع حياتنا وطالع حياة بشاير ويا جمال. لا يما لا، بصراحة هذا شيء وايد لا يمكن أسكت عنه. حرام عليك حرام عليك يا يما. شوفي حياتي شوفي حياتي انا مع تهاني، وشوفي حياة بشاير مع زوجها جمال. حرام عليك امه، شوفي شلون عايشين، شنو كناري عايشين بقفص ذهبي. بشاير بشاير بس عاد جمال ارجوك ما بيسمع منك ولا كلمة. انت للحين ما سمعتي شيء، انا ملزم افهم وابي جواب حق كل اسئلتي. يا رب وش تتسأل وش تفهم؟ مرة ريال، المرة تدري انها صديقتي، والريال هم تعرفه يشتغل عندنا بالجريدة، شافونا سلموا يا وقعدوا ويانا، فيها غلط هذه؟ الغلط باللي صار عقب هذا يا مدام. قبل لا يصلون كنت زعلانة وودش تمشين، لكن عقب ما وصلوا كل شيء تغير. استانستي وطابت لك القعدة والكشرة صارت ترسل وي، وطاحت الميانة وقمت تكلمينه كنا اخوك ولا واحد من اهلك. خزيتك 100 مرة علشان تحشمين وتجوزين لكن ماكو فايدة، كنا انا مو موجود بالمكان. ابي اعرف انا عبد الرحمن هذا رجل صديقتك على قولتك وين يشتغل؟ بالعلاقات العامه. ايه اكيد ابوي، واضح جدا انه خبير بالعلاقات العامه، وطبعا تشوفينه كل يوم ويشوفك ويسالك عن اخبارنا ويسالين عن اخبارهم واحوالهم وسوالف مني وسوالف منك. بس عاد جمال ثمن كلامك، ما في داعي تقعد تخربط مني وتخيل اشياء ما هي موجوده الا بخيالك المريض. لا يكون انا بعد مريض ومعقد نفسيا وانا ما ادري بعد. ايشوه هذا انت عرفت؟ هذا انت شخصت المرض؟ الباجي والدور عليك تدور لك طبيب تروح تعالج عنده من شكوكك واوهامك. شوفي بشاير بشاير تعالي اقول لك كلميني. بشاير تعالي انا ما كملت كلامي. بشاير بشاير
تهاني 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 اوف عليك تهاني 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 حبيبتي تهاني تهاني بعد عمري تكلمي تحت يا تهاني تهاني يما تهاني ما تحت تعال ما تتكلم يما تعال حيا حيا يما حيا لا 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 يما حطي بالك حطي بالك تقرصت يما تقرصت لا تخرعني لا 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 يما ما علت عليك هذه ربان هذه ربان هذه مو ربان يما خب مو ربان تقرصت يما تقرصت ربان يا سون ربان ربل ها يعني يمه ما تقرص ها تهاني قومي صارت ربل ربل روحي بكران يا قوم ان شاء الله تهاني 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 قومي يا تهاني يمه حي 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 احمد حي يمه كاي 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 حي حي تقربين هذه ربل ربل حتى تشوفيها حتى لا هي ربل انا اخاف منها اخاف من هذه عية ايش حقك تشترينها من سوق الحريم انا شريتها انا صعدت الدار وغيرت ملابسي بغيت انام كان القاها محطوطة شلون شلون محطوطة اكيد اكيد حاطينها لك بالعمالة علشان يخرعونك منو هذا منو منو ها للحين ما عرفت منو اخ لو عرف منو اخ لو عرف منو منو ترى صنطه ترى ذبحه ترى اسوي مثل الكفته لك اخ عليه لو سيده ما يدري ما يدري ان زوجته حامل وان هذا الشيء اثر عليها وعلى جنين اخ لو سيده اخ القهر اتفه تعرف منو؟ منو؟ أنا بنتي؟ أي أنا عشوة على بالي غيرك يمه والله عيل منو اللي يابها وحطها هني؟ أبوي طلع من قبره ويابها وحطها هني؟ أنتوا برا البيت وتوكم جايين والهندية بإجازة بعد ماكو غيري أنا ماكو غيري أنا سمعت شف قاعدة تطنز تاني؟ شوف الورقة هذه شو الورقة هذه من الحية؟ طالع مو كافي الحية عمل عمل بفراشي بطل شوف ونشوف ايش مكتوب فيها عمل الفراق الفراق لا وفاق ولا اتفاق الكرن الكرن دوره يمه اخرج لا تخرج بيلي لا بيلي بيلي لا بيلي قلعتها 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 وي 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 لا حودة لا حمودة سمسم لا سموية ها يا شنو هذا شو الكلام شنو هذا تأكدت الحين تبي تفرق بيني وبينك تبيك تكرهني تبيني استمرض والجنين يموت ليش يما ليش ليش لا تنسى انها سبق واعترفت قدامك لما سقتني العمل بالعصير يعني لها سوابق بهالسوالف شلون 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 صحيح كلام اشتهاني صحيح يما كلام يما ليش 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 ترى شوفوا انا اللي مخليني ساكته ومنطمه وما فشيت هلجي ولا انا قادر اسوي شيء حفيدي اللي ببطنك حفيدي لو ما انت حامل وحفيدي ببطنك كان عرفتي شو اسوي ظهر الحق ظهر الحق الحمد لله تاكدت الحين وسمعتها شلون قاعده تهددني صح ليش ما كذي ليش تهاي ما معاها حق انها تعايرني بختها بشاير وبسعادتها مع زوجها جمال ليش ما ليش ومالك عليك وطيح الله حظك وحظها وصلاحة الصلحتكم كلكم من بشاير الى امها ام الدواهي مالت عليك يما وشوفوا عني وخوك يما ليش ليش بلفكم الله حتى بلفكم الله آه.
وانت هذا اللي قدرت عليه؟ ليش يمه؟ ليش ليش ليش؟ انت على بالك كلمة ليش ليش هينا؟ راح اخذ حقك ان شاء الله وزود. بس يا تهاني بصراحة انا ما اقدر، ما غير يا تهاني نتعدى على امي مهما كان. هذه امي وامي حلوة حلوة اللبن، هذه عزيزة وغالية. يا تهاني على بالك موضوع سهل؟ تهاني موضوع مو سهل، هذه امي تريد تزجنا الجنة تحت اقدام الامهات. وخر عني وخر عني. حيا حيا حيا. بشاير وجمال بشاير وجمال بشاير وجمال، بطيت وشبتي بشاير وجمال، مبطت شبتي بيصير يا انا ادري ادري تهاني ما تقدر تسوي كل هذا بروحها، لكن هذا كله من تخطيطك انت يا طيبو، كله من تخطيطك. لكن من عليه؟ من عليه؟ عليانة؟ لا حدك عليانة. انا شريفه اشريفة مرت بودلة ام احمد، انا ما خليتك تنشغلين بشي ثاني وتبعدين عن بيتي ما كون انا شريفة ام احمد. اوريك ها ايه، ادري ان جمال يقار على بشاير ها. لا لا فقارة، لكن شلون له مكافي اللي قاعدين يسوونه فيني هي وبناته. شو سوي اي لا اسويها ونص ها. يلا الو الو الو، انت لو انك ريال كان تكلمت وقلت من تبي. الو سد الخط. الو الو الو، لو عندك الشجاعه الكافيه كان تكلمت وقلت منو تبي. لكن شوف يكون بعلمك انا عارف منو انت، وهين اراويك انا اراويك. عجيب هذا اللي يضربون فيه المثل ويقولون إنه سعيد ومستانس بزواجه بشلعبه، هذا اللي كلامه كذي ويرد كذي على التليفون معناته إنه متضايق بحياته. هي أيشلون يظن إن اللي متصل ريال؟ أي لا، المسألة فيها إنه. لكن من علي على شريفة. زين سويتي فيها والله والكوبة ما عليك منها. زين المهم عساك نفذتي كل اللي قلت لك عنه ولا تدودهتي؟ عيب أنا بنطيبة. والله والنعم بطيبة وبنطيبة. أحمد هالأيام شو أخباره معاك؟ عال العال. أحمد تغير، قام يوقف ببيها أمه ويصدها عن جريب يصير مثل الخاتم. ما يكفي انا ابي يحبك يتدوده يصير مثل المسبه وينسى كل الناس الا انتي. بصراحه يما انا خايفه
خايفة سالفة الحمل هذه تبين وانكشف وبعدين يضيع كل اللي بنيناه. ولا يهمك، باكر اوديك الطبيب ونشوف سالفة الحمل هذه اللي تأخرت. واه عشان زين نقدر نطلع احمد من تحت سيطرة امه ونخليه تحت سيطرتنا. ذيك الساعة ما يهمني اذا عرفوا انك حامل ولا لا. المهم شنو المهم يمه؟ المهم انك ما تغبين عني اي شيء، مو تصيرين مثل اختك بشاير اللي ذابحها جماله ولا تعلمني ولا تقول. بشاير تسوي كذي؟ تصوري بشاير؟ بشاير؟ نعم. نعم الله عليك، ردي على التلفون. وليش انت ما ترد؟ مو تدرين صوتي مو حلو، ردي. الو هلا. يا هلا هلا يما، صبحك الله بالخير. والله انا ولهان عليك وايد وايد. اي لا يما وياك 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 سامعتك. اي لا ان شاء الله باكر الصبح امركم. اي حاضر. اي ماس ان شاء الله، مع السلامه. وراحة ضايق خلقي بطلع الحديقة شوية. زين أحمد وينه؟ طلع وين ما أدري. زين تعالي يلا قعدي أكلي قبل الأكل لا يبرد، أكيد أحمد بيتأخر. لا خالتي أنا ماني مشتهية أتغدى. تغدي أنت، أنا أنطر أحمد لمنية وأتغدى معه. تغدي تغدي. طقاق أنا يعانى خلاكل. شلون أكل؟ ماني مشتهية. ليش إني بروحي؟ إيه ما أدري وين راح، ما أدري وين تأخر هذا. ما شاء الله عليك، ما فيك صبر تنطرين؟ قاعدة برا تنطريني كل هذا يوع؟ شو أسوي صيفت وأنا ولهت عليك ترى مو على الأكل. وين ماي؟ دويك شنو هذا؟ هذا كباب. كباب؟ اي شن قلتوا لي بتجيبون اكل من المطعم علشان ما تعب نفسي واطبخ؟ قالت تهاني مشتهيه كباب، قلت لها كباب. مشتهيه كباب ولا ما تبي تاكل من طباخي؟ يلا يلا احمد بطل بطل الكيس، انا ميته من الجوع. تعال خلص رقم كله. يوم يوم ها؟ حار حار على كيف كيفك. لحظة عاد تعوا هنا وش عارفين؟ الله خوش كباب. يا سلام. هاي ما تبين تاكلين كباب؟ لا أنا ما أحب أكل المطاعم. يعني أنا وأحمد بناكل كل يوم بروحنا ما حد يشاركنا؟ فهمت. أحمد نسيت أقول لك شيء. هاك انت بعدها؟ وقف كليتي. الله إما زعلت.